ما يخص المقابلة تاع اليوم، شاهدنا يعني الشوط الأول كان مستوى متوسط، الشوط الثاني كان حسن بالنسبة لنا خاصة في الشق الهجومي. بدينا المقابلة بقوة وضغطنا على الخصم، يعني ربما ما قدرناش نخلقوا ثغرات أو مساحات خاصة في الثلث الأخير باش نخلقوا فرص، ما كانش عندنا فرص كثيرة في الشوط الأول. رغم ذلك يعني جاتنا فرصة تاع ضربة جزاء اللي ضيعناها. الشوط الثاني عملنا تغييرات، عدلنا بعض الامور التكتيكيه في الشق الهجومي، الحمد لله وين قدرنا خلقنا فرص عديده اللي كنا قادرين نسجلوا منهم اهداف. ظن بلي كانت عندنا ثلاث او اربع فرص سريحه للتسجيل، وجه من الحارس ضيعناها. دائما سوء التركيز او التسرع اسباب هذه تضييع الفرص، هذه المشكله تاعنا لحد الان. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.